العتيقة بمدينة تيزنيت سفر في عمق التاريخ المغربي، تلتقط خلاله العين تفاصيل تناقلتها الحكايات وسطرها التاريخ عن بداية الوجود وظروف التأسيس. فكان الماء المتدفق من العين الزرقاء كما تقول الأسطورة مكان ولادة المدينة، رواية شعبية تناقلتها الأجيال لعقود وكانت سببا في نزوح وفود من مناطق مختلفة ساهمت في بروز نسيج اجتماعي جديد مكون من جماعات إيد دحلة، إيد دكفة، إيد دو مكنون، إيد زكري وإيد محمد. أنا جيت في العمر ديالي 16 سنة لهنا ولقيت هذيك السيدة الله يرحمها عندها 120 سنة في عمرها، وجمعت معها ودرست معها، وهي اللي عودت لي الخبر ديال هاد العين وديك لالة زنينية كيفاش القصة ديالتها. قالت لي كيف نهار جات هنا، قالت لي هي كانت هنا غير غابة ما فيها أي بشر، وجات لهنا كتب لها الله، قالت لي جات وخرجت قالت لي تحت دوك الشجرات يقولوا له ما عليش، كان ولتي زنيت من عيد المولود لعيد المولود كيدير فيهم المعروف، وكانت تما فاش كانت خش سكنت قالت لي نهار يومين جات هذيك السلوقية، جات هذيك السلوقية بقات كتصيد بحال كتدور بها والحال قالت لي سخون، وهي تنوض تبعتها لقات المخرج لهاد الجرف هذا ديال، قالت لي ولات شدت مسكينه شي حجره وبقات تضرب 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 تما فاش خرج قالت لي كلمه دار يلا هو ولات حفرت عليه وزادت عليه وخرج الماء من هنا، قالت لي زاد زاد لا تبان وعلى ديت القوه تبان وداز من تما لاقل ولا البحر مشى الماء لهاد الجهه. قالت لي عادوا الناس كانت الطريق هي كانت هاد الطريق من عند الخميس القديم باش يدوزوا الناس لكادير ويدوزوا لكلميم ويدوزوا لتما، ماشي الطريق كانت من هنايا. قالت لي كيدوزوا الناس عاد غير اللي شاف الماء كيجي. صحيح انه اذا قلنا تيزنيت الاصل هو الماء، نحن كمؤرخين ما نحتفظ به من خلال هذه الروايه الاسطوره، وهو ان تيزنيت الانبثاق ديالها ولا التاسيس الاولي الاصلي يرتبط بالعين القديم او العين الزرقاء، وبالتالي فهذه العين كانت سببا في توافد واستيطان مجموعات من مناطق أخرى تحمل قيم كثيرة، وبالتالي أعطتنا هذا النسيج العتيق المتميز الذي هو على شكل قصبات أو القصد. تجمع السكان حول المياه أدى إلى ظهور شكل معماري يتميز بالخصوصية في البناء وفي نمط العيش داخله، في سياق تاريخي بدأ منذ القرن السادس عشر عندما وردت أولى الإشارات المخزنية للمنطقة. كانت تلك محطات تاريخية مهمة لها أثر كبير في بروز هذا التميز وهذه الخاصية لمدينة تيزنيت. النمط المعماري القديم الذي تأسست عليه المدينة حول العين الزرقاء والعين القديم هي نمط معماري لا يبعد كثيرا عن نمط السعدي في الجنوب المغربي في معالمه الكبرى، إلا أن هذه المعالم بطبيعة الحال في سياق تاريخي معين اندثرت أو تلاشت أو تلاقحت مع معالم معمارية أخرى واردة. تيزنيت مزيج حضاري، كتلقى مثلا هذا الباب كتلقاها من هنا حتى موريتانيا مع ذاك الزواق اللي كتشوفه، كتلقى هاد الشراجم مصوبة بحال هادوك جاو من تواركا من الصحراء كاينين حتى هنا، كتلقى هاد سواري اللي شادين الدار عندهم شي طريقه ديال هذيك لا سيزلور على خشب كيجي من اطلس كبير كيكون من هنا حتى مراكش، كتلقى هذيك الحجره جات من ماسا والخدمه ديالها اللي هي مصوبه بطريقه ديال الناس ديال ماسا اللي هو عنده تاريخ كبير، يعني الدار هي لا سانتيز ديال هادوك لي زابور كاملين يجيو من هنا هنا هنا. مرحلة التحول المعماري بدأت بعد إحاطة المدينة بسور بني في عهد السلطان مولاي الحسن الأول، تخترقه أبواب خمسة تعد منافذ للأحياء المكونة للمدينة العتيقة، وهي باب أجلو وباب الخميس وباب تارقة وباب المعذر وباب أيت جرار. داخل السور تضيء البيوت العتيقة المكان بخصائصها المعمارية وأبعادها الإنسانية التي جعلت البيت التيزنيتي يحظى بأهمية كبرى
ويقوم بأدوار في حياة السكان، ويحمل دلالات تتعلق بقيم ومفاهيم عدة كالسكينة والأمن والحراسة، بالإضافة إلى البساطة في البناء الذي كان يتم بمواد محلية طبيعية كالتراب أو ما يعرف بالطين المدكوك. ثقافة الطين المدكوك التي تميز بسيط سوس وبسيط زغار كما كنسميو في التداول المحلي، من خاصيته البساطة في كل شيء، في البناء، في الخشب، في الجمالية ديال البناء، وبالتالي فهذا بطبيعة الحال يرتبط بأن الناس الذين وردوا من الجنوب المغربي ومن الجنوب الشرقي بمعنى حملوا معهم هذه الثقافة ديال القصور. بناء بشكل عام على مستوى المناطق الجنوبيه وخاصه المناطق الساخنه اللي فيها الحراره كبيره، تيبنيو الناس بالمواد الطبيعيه والمواد الايكولوجيه، والمواد الايكولوجيه فيها التربه يعني التراب، فيها الخشب، فيها كل ما هو طبيعي. نعم، لا زالوا يحافظون لحد الان على ذلك النمط القديم كما نسميه، ولحنا احنا الان لح يقومون ببنائه، ولا زلنا لحد الان احنا نحافظ عليه لحد الان، لان هذه الظروف المناخيه التي نحن فيها الان تتطلب أن يكون ذاك الوقت، لأن هنا في وقت الصيف تبلغ فيه الحرارة حتى 48 درجة، وهذه الدرجة لا يمكن دفعها إلا بهذا النمط ديال اللوح اللي كيديروا اللي هو فيه متر حتى متر ونصف. عملية البناء تتم وفق طقوس روحية خاصة، حيث كان البناؤون يباشرون أعمالهم مرددين أذكاراً وأدعية لاستحضار النية الخالصة، وآملين أن تحل البركة وتطول مدة بقاء البنيان. الأشياء يقولونها تستغرق 5 دقائق لشيئين، أولا للحفاظ على العين كما يدعون، ثم ثانيا لدفع الضرر، وكذلك لكي يبقوا واحد المدة مستريحين. الاعتقاد راسخ بأن كل بناء تم بأذكار دينية تحل عليه القوة والبركة، وإن تداعى للسقوط لا يباغث أحدا بل يبعث أصواتا وينحني قبل ذلك. الناس ديال الزمان كانوا كيختاروا التراب، ماشي لقاو التراب وغادي يبنيو به. وعندك واحد خصوصيه اللي كاينه في تيزنيت واللي كاينه في اطلس الصغير نيت، هي عندنا ان توف كالكير، يعني شي حاجه من عائلات ديال الحجرات بحال جير بلدي، يعني حتى هو مع مده كيتشد. الناس دابا نساو هذا الشيء، ما عرفوش، ما كيتيقوش. مثل كل البيوت العتيقة المغربية، البيت العتيق في مدينة تيزنيت ينطوي على مكونات رئيسية معروفة كالممرات والساحات الرئيسة والساحات الثانوية، بالإضافة للبهو الكبير الذي يسمى أسراج، والذي تنفتح عليه مجموعة من الغرف، بالإضافة للمكان المخصص للضيوف. البيت الأصيل بمدينة تيزنيت كان يضم كذلك مكانا مخصصا للمواشي يسمى تجرورت. طريقة ولا البنية اللي تتبنى بها الدار، فيها الدار فيها كنسميوها حنايا الدار اللي تيسكنوا فيها، فيها أنوال، فيها أسراج في الداخل، وكاين فيها كذلك أغقمي، وكاين فيها الهري، كل شيء هادو مصطلحات اللي كاين حاليا، ولكن كاين واحد الملحق اللي هو أسرير تيكون خارج هاد الدار، اللي تتكون حتى هي عنده وظائف، مجموعة من الوظائف اللي تقوم بها في هذا المجال. فإذا دخلنا إلى عمق هذا القصد نجد الباب الرئيسي بطبيعة الحال بما يحمله من معنى، مسألة ديال الأمن، مسألة ديال الحراسة، ثم كندخلوا في واحد البهو اللي هو غمي غمي لهنا المراحة والمكان الواسع، ثم بعد ذلك نجد مسألة أخرى، هي مسألة أن الدور تنفتح في هذه القصد. كتشوفوا كيفاش الناس في الزمان بناوا الدار، داروا هذا كنقولوا الكتف، يعني كيهز الدار. كتشوفوا نتوما الشجرة سامبل يعني بوحدو
كيهز وكيزهز هاد العطبة اللي هي شدة هاد التكجدة، كيقولوا التكجدة هاد التكجدة اللي دازين هما اللي كيشدوا الدار. واللي كتمشيو بعيد كتلقاو أرغان، هذا أرغان حتى هو. واللي لمشيتو كتشوفوا هادوك التاسيوت، يعني هاد الخشبة ديال السقاف حتى هو أرغان. كنقول أنا هاد الأرغان هو بحال اللبان ديال دابا، كنقولها باش نوريو الناس القيمة ديال هادوك الديور، شحال من ناس صوبوهم، شحال من الوقت داز باش نوصل في هاد الشيء، شحال عندهم هادوك البودرات، شحال عندهم القرون، وشحال من أشخاص دابا باش نلقاو بحال هاد الشيء. ولكن في الوقت ديال دابا الناس كيحيدوا هاد الشيء، بغاو الضلا، بغاو يحيدوا، بغاو هذيك لا مودرنيتي. كنقول فينا هي هذيك لا مودرنيتي؟ التنظيم المجالي للبيت العتيق بتزنيت يراعي الأنشطة الاقتصادية للسكان، والتي كانت أهمها الفلاحة وتربية المواشي. لا زالت هناك نماذج من هذه البيوت بالرغم من اندثارها مع مرور الزمن. قبل قبل الخمسينات كانت هنا الدار فيها جدي ومرتو والكسيبة ديالهم، عندهم البقار وعندهم الغنم وعندهم البعير. فاش كيعيشوا الكسيبة ديالهم هو الحرت والسقية اللي كانت في تزنيت سابقا، كيعيشوا بها الأجداد ديالنا في تزنيت. السقية كيحيدوا منها الفصا وكيلعبوا منها الدرا والشعير وداك الشيء. تنحرتوا في الساقية، تنديروا الدرا وتنديروا القدرة، تنديروا الفصا، تنحشوا البهايم. ايوا وقت الشتاء وسميتو وقت الزرع تنحرتو في الفدان على براد المدينه. سقف البيت العتيق يثير الكثير من الاعجاب بطريقه تصميمه واسلوب اختيار الزخارف والالوان المصنوعه اساسا من الخشب، والذي يشكل ماده اساسيه في عمليه بناء البيوت العتيقه. قاف خلاص كان هادشي اللي كتشوفيه بحال الطرز، كاينين اللي كيعرفوها الجريد، كيجيبوا الجريد ولا تسيوت ولا اليلي، كيجيبوا الاليلي حيت اليلي حامض، هادوك البخوش ما يمشيوش ليه، فهمتي؟ ما كيبغيوش، كيديروا في البانيو، كيديروا شي ادوات خاص، كيحرقوا بالعافيه، يعني كيطيبوها في واحد بانيو كبير ديال النحاس، وكيشد هذيك اللون، ومن بعد كيديروا الزواق لي خاص وكذا. وخا الناس كانوا عاديين، الناس ما كي يعني عارفوا قيمه، ما غاديش كيزوقوا، ما يجيبوش شي حاجه اللي ماشي في المستوى. ما زاد عن هذه الخصوصيه في فتره نهايه القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين يدخل في اطار التاثيرات الجديده التي وفدت على تزنيت، ميزتها الرياضات التي يغلب عليها طابع البساطه. وان كانت الرياضات بطبيعه الحال لا تشبه او لا ترقى الى مستوى الرياضات اللي كاينه في مدينه مراكش ولا فاس، من حيث كثره الزخرفه ومساله المواد المستعمله. اذا هذه امور كلها تعبر عن مدى القنوع ديال هاد الناس وارتباطهم بالنمط المعماري الاصيل. هاد القصبات كلهم يعبرنا على انه لا تتعبر على ان عندنا واحد جذور تاريخيه مهمه، وهذا هو الذي يخلي انه الارتباط به ماشي انه ارتباط به حبا فانه البنايه، لا، لانه كاين عندنا جذور تاريخيه اللي ممكن انه تستمر وتبقى على امد معين. اذا فهذه المساله ديال القص او القصبت او المستوحات من هذاك المفهوم ديال القصور، وكنعرفوا القصور في المناطق الشبه الصحراويه عند البساطه في كل شيء. هذا يوحي بأن سكان مدينة تزنيت مرتبطون بالنمط المعماري الأصيل الخاص بالمدينة. احنا تنقولوا تدويريت ولا تنقولوا تجمم قرن، هي دار الضيافة أو دار اللي كنستقبلوا فيها الضيف. وهذه دار الضيافة تتكون مثلا مفتوحة
تيكون فيها واحد أوزون، أوزون هو الرياضي، يعني اللي هو فيه واحد مجموعة ديال النباتات، مجموعة ديال الحباق، الخزام، يعني كل الأشكال اللي ممكن أنه تعطي واحد الريحة، بالإضافة للجمالية الفضاء. بالإضافة لهذا كاين بيوت، والبيوت حنا تنسميهم أحانو ولا تحانوت ولا إحونة، هادو كلهم حتى هما عندهم واحد المكانة مهمة، لأن الوقت فاش تجي عندك شي ضيف خصك تهلا فيه وديرو في واحد المكان اللي ممكن أنه يحس بالراحة ويحس بالارتياح والاطمئنان. حضور المرأة في البيت الأصيل بتزنيت كان عبر عدة أنشطة، سواء المتعلقة بالمطبخ أو ببعض الأعمال الفلاحية الأخرى. تكون المرأة سيدة المكان، يعني سيدة المطبخ الأمازيغي اللي كنسميوه احنا بالأمازيغية أنوال، اللي كيكون واحد الفناء واسع اللي كيكونوا فيه أفران تقليدية اللي باقية لحد الآن، كاين أفران وكيكونوا يعني نساء كيقدموا ذاك الخبز التقليدي الذي يكون نموذجا. كذلك كاين واحد المجموعة من الأكلات، كاين الخبز كذلك، كاين أغرومين، كان أغرومو فانرو، هادو كلهم يعني واحد المجموعة ديال الأكلات اللي كاين على المستوى المحلي، وكاين دابا جمعيات اللي تتهتم بهذا المجال على اساس تطويرها باش تعرف بها، وكاين المنتوج المحلي اللي تنقولوا بحال ارغان، بحال املو، بحال اودي، هادو كلهم اكلات محليه اللي خصها تطوير وخصها تتمين. جهود كبيره تبذل من اجل الحفاظ على البيوت العتيقه كتراث معماري وانساني مهم، بالرغم من تحول بعضها من مجال للسكن الى متاحف وفنادق تقدم ضمن خدماتها عادات وتقاليد معروفه في البيوت المغربيه العتيقه. في سياق هذا الاهتمام المؤسساتي، لا من المجلس البلدي ولا من الجهات المختصه ب رد الاعتبار وتثمين المعالم التاريخية، هناك بالموازاة بطبيعة الحال واحد الصحوة لدى الدور الكبرى لمدينة تيزنيت لتثمين دورهم والاعتناء بها، خاصة الرياضات. وهذه الرياضات بطبيعة الحال عندنا الكثير منها من استفاد من هذه المسألة، لأن أصحاب الرياضات لديهم وعي كافٍ بأن يقارنوا أنفسهم مع ما يقع في المدن الأخرى، وبالتالي نقلوا هذه القيم إلى مدينة تيزنيت وبدأوا في تتمين دورهم. وهناك من عمل على تحويل رياضتهم إلى أماكن الاستقبال السياحي، وهناك من هيئه فقط من باب استقبال العائلة وإن كان يسكن في مدن أخرى، وهكذا. إذن بدأت هذه المسألة، هذا الوعي بأهمية النسيج العتيق وما تختزله المدينة العتيقة من دور تقليدية، بدأ هذا الوعي، خاصة وأن هناك واحد المشروع الذي هو في أطواره النهائية، اللي هو وضع تصميم لرد الاعتبار للمدينة العتيقة، وصل المراحل النهائية، وبالتالي سيعطي واحد دفعة لهذا الدور خاصة في واجهتها الخارجية، حتى يكون هناك واحد الانسجام معماري كبير داخل المدينة. كاين تحول على مستوى المجتمع ديالنا، وكاين كذلك واحد الاعتبار آخر اللي هو أساسي وهو الإرث. يعني نحن دابا الأسر الكبيرة في تيزنيت كاين التغيير، كاين الهجرة، كاين واحد المجموعة من العوامل، ولكن اللي أدى أنه الناس ولاو تخلوا على الدور ديالهم ومشاو تقلبوا على الدور في تجزئات وفي خارج المدينة العتيقة، وهذا خلى أنه الدور إلا ما كانش اللي يهتم بها تتكون واحد النوع ديال النسيان ديالها وتتريب. وكاين الناس اللي يهتموا بها، ولكن كاين واحد الإشكال هو أنه كاين هذا البيع بواحد الشكل اللي مهول، وخلقات أنه الناس ولاو تيبنيو بواحد الشكل عشوائي، واخا أنه هنايا كاين تدخل جماعة وكاين تدخل واحد المجموعة من المتخصصين بباباها المهندسة اللي تتشرف دابا الهيكلة ديال المدينة القديمة. الفكرة ديالي هي روندر ليزيبل باتريمون، يعني rendre lisible le patrimoine هو هاد التراث اللي كاين خصو الناس يشافوا ويفهموا، يعني غادي نحاولوا باش التاريخ ديال المدينه نشرحوا للناس كيف يعني الاهميه ديالها و اش كان في الزمان في المدينه باش الناس يعرفوا التاريخ ويعرفوا تاريختهم وكذا على المستقبل ان شاء الله.
دار إليغ من أقدم البيوت العتيقة بتزنيت، حافظ الحاج أبو دميعة على الخصائص الهندسية التي تميز كل زاوية من زواياها. دار إليغ تأسست في 1021 هجرية، مؤسسها الأول هو أبو حسن السمللي الملقب بأبو دميعة، وكان في أول الأمر كان يسكن في جبل يقال له جبل أكادير فوق جبل مجات، ثم نزل إلى السهل حيث كان الماء وكان الأشجار وكان الربيع في ذاك الوقت، وسمي بإليق يعني أنه يليق للسكنة. ولكن مع مرور الأيام ومرور الزمان انتقلت كما كان يسمى العرب، لأن العرب كل ما يقمقموا ويجمجموا ويجمجموا سمت إليغ يعني الجيم. ودار إليغ تعبر عن خصوصية البيت العتيق في طرق البناء وفي أسلوب توزيع الغرف والساحات، مما جعلها من أهم المتاحف الشاهدة على المراحل المهمة من التاريخ المغربي. كاين أولا مكان يسمى بالشلعة الدويريت، تنقولوها احنا حصن المنيع اللي هو كان فيها بو سيدي هاشم اللي هو نجل ديال بوحسون السملالي كان يسكن فيه هو وعائلته، وذاك المكان الآن هو الذي اتخذته الآن متحفا. لماذا؟ لأنه كان مبنيا بالعرعر، وكانت فيه بيوت النساء التي تزوج بهن في ذاك الوقت، ثم كان منظره يدل على بيت العتيق. الغرف اللي عندنا هنا في دار إليغ يعني ترجع إلى 3 قرون، وكان العرعار كان استخدم من صويرة موغادور محملا على ظهر الجمال حوالي 3 أشهر لكي يؤتى به من أجل بناء واحد الحاجة مميزة للمرأة الإليغية، يعني كنشوفوا هنا المكانة ديال المرأة. أبواب بعض البيوت الأصيلة بتزنيت تتميز بصغر حجمها، وهذا يرجعه الخبراء لنذرة مادة الخشب في المنطقة والتي كانت تشترى من مناطق أخرى مجاورة. وما يميز هذه الأبواب أنها كانت تحمل رموزا لها دلالات تعبر عن قيم السكان وعاداتهم. هذا الدور التقليدية في تزنيت وغيرها عندها دلالات رمزية، لأن القدماء يبنون وربما بعقلية وبقيام مهمة، بمعنى المعمار يحمل قياما وخطابا وإن كان غير ناطق ولكن يحمل خطابا في طياته. الخلالات وهذيك اللي سميتها مرايا وهاد لي غوزاس كاملين هما المعنى ديالهم هي كيشدوا شي حاجة اللي ماشي هذيك وكيرميوها. دوك اللي كتمشيو في اكثر من البيبان غادي تلقاو شي حاجه اللي هو غادي يحاول باش يدير هذيك لا بروتيكسيون ديال حمايه ديال العائله. لم يغفل مصممو البيوت العتيقه حاجه الغذاء لدى الانسان بانتظام طول السنه، فخصصوا مكانا آمنا من الحرارة والرطوبة لتخزين المواد الغذائية والاحتفاظ بها، إما لمواجهة نذرة الغذاء أو لتأمين حاجات الأسر لمواد غذائية أساسية وضرورية. هذه الدار الناس اللي بنوها كانوا بحال قولي فلاح، يعني فلاحين. هاد الناس كانوا عنده بلاصة اللي كيخزنوا فيه، كانوا عندهم بلاصة كنقولوا مو الأمود، يعني الزرع اللي غادي يبقى ديما خجالي جا مخبي تحت هذاك الحيط. كان واحد البلاصة فيها داك كيقولوا هما تسرفت يعني مطمورة. في هاد الدار كانوا 7. من جهة أخرى أن هناك أماكن أخرى اللي هي تتعلق بالأسرة بالمؤونة وبغيرها، فيها مثلا مخزن للزيت حيث كانت هناك كما يسميوها احنا الان خوابي للزيت التي مضى عليها ما يزيد على 4 قرون.
ثم مكان آخر لجمع الغلال، يتم يجمعوا فيه الغلال مثل القمح والشعير والذرة وكل ما تأتي من 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 الفواكه، وكذلك الفول وكذلك العدس وكل ما يأتي من هناك يجتمع حتى تحين وقته فيقسم على العائلة. كانت المدينة القديمة بتزنيت مجالاً تعايش فيه المغاربة من مختلف الأصول والأديان، فالحي اليهودي كان معروفاً ببيوت بنيت بنفس وسائل وشكل المباني الأخرى مع بعض الخصوصية في تزيين الواجهات برموز معينة لها دلالتها. تزنيت في الموروث الديني كتلقى هاد لا سيركولاسيون، يعني كتلقى كنيسة حدا المشوار، إذا شفتي كتلقى كنيسة ديال اليهود وكتلقاها خلاص زاويات والمساجد ديالنا، يعني ان كارفور. والطائفة اليهودية المغربية تركت بصمات من خلال الملاحين الموجودين في تزنيت، تركت بصمات من خلال الأبواب التي نجد فيها بعض الرموز التي تحيي إلى خاصيات ترتبط بقناعاتهم الذاتية. إذن هذا العنصر أو المكون العبري ربما أغنى هذا المعمار العتيق ديال مدينة تزنيت. الأثاث المنزلي الأصيل لا زال حياً ومتداولاً في أسواق تزنيت العتيقة وفي بعض البيوت القديمة وكذا في بعض الفنادق والمقاهي، وإقبال الناس على هذه المعروضات يكون بدافع الارتباط بالأصالة أو بداعي الحاجة لاستعمالها. الحمد لله أي بيت مغربي عتيق كتدخل إليه إلا وكتلقي فيه واحد اللمسة من التراث ديالنا المغربي الأصيل، بعد أثاث ديال البيوت المغربية الحمد لله اللي تي عرفت بعد تطورات في الصناعة التقليدية. مثلا كاين السدادة اللي هما منقوشين بالنقرة أو بالمعدن، كاين لي طابل المرايات. حاجة القديمة تنشريها تنعرفها بين هي ما كانت غادي تزيد، ماشي نقولوا في الزيادة، جا في النقصان. لا ما كانش بقى كان ذكر المسائل الجديدة، الشيء القديم تشروا الناس اللي هم فيهم وسم اللي فيهم الحماس ديال الحاجة القديمة. والتقاليد ديال المغرب فيها جوج عندي أنا حرفتي، أنا فيها ديال الصحراء وفيها ديال الشلوح. ديال الشلوح معزول، النقرة كيكون فيها لما يصفر، والنقرة ديال الصحراء كيكون فيها لما يكحل، والزربية مثلا الزربية كتكون مزوقة ديال الشلوح، والزربية القطيفة ديال العرب هي تعود السدا ديالها شعر، والصبع ديال الحاشية ديالها شعر، وهي صوفة وكيصبغوها بالصباغة، هذه الصباغة حمراء، هذه ديال الصحراء. علاش نحيدوا هذا الشيء؟ يبقى نقدروا نزيدوا في الطريقة ديال البناية، ولكن ما يمشيش هادشي. هالذاكره ديال هادشي علاش كتشوفوا هذوك الادوات؟ يعني الايد اللي خدمات دازت، ما غاديش رجع وتصوب لينا هادشي. اذا حنا عندنا الدار اللي هي عندك ادوات كاملين، اللي عندها كلشي، ويلا ضاعت يعني ذاكره كبيره اللي ضاعت. البيت التزنيتي الأصيل لا زال شامخا شاهدا على غنى حضاري وإنساني يقاوم عوادي الزمن وزحف البيوت العصرية، ويغني بجماله التراث الثقافي المغربي.